تحت رعاية وزير الثقافة هيفاء النجار، أعلن الدكتور كامل العجلوني عن إشهار كتابه تاريخ الطب الحديث في الأردن وفلسطين منذ القرن التاسع عشر. لقد وضع الطبيب الإنسان كامل العجلوني في هذا الكتاب جهداً عظيماً يمتد على 100 عام، ويتسع لمساحة جغرافية تطاول الأردن وفلسطين، ويتتبع التحولات التي تطور فيها الطب كماً ونوعاً بشكل كامل منذ العام 1921. وحظي حفل إشهار الكتاب حضور عدد من الأطباء وأساتذة الطب ووزراء صحة سابقين ومجموعة من الكتاب والمفكرين الأردنيين. هذه المناسبة مناسبة إشهار كتاب كامل العجلوني عن الطب في الأردن وفلسطين، مناسبة جيدة لإبراز هذا التقدم الذي حصل في بلد فقير مثل الأردن شحيح الموارد، ومع ذلك استطاع أبناءه أن يتقدموا وأن يحرزوا إنجازات عظيمة في ميدان الطب، وهو شيء نفخر به ونعتز. الجانب الذي يعني يلفت الانتباه في موسوعة الدكتور كامل العجلوني قدرته على جمع المادة ثم قدرته على توظيفها وتحليلها، كان يحللها بالأرقام بالإحصاءات، ولذلك يعني أتمنى من الجميع أن يطلعوا على هذا الجهد الكبير. ويهدف كتاب العجلوني إلى تسليط الضوء على تاريخ الطب في الأردن وفلسطين، إضافة إلى توضيح المراحل التي مر بها الطب منذ القرن التاسع عشر. شكري الخاص لمن أشرفوا علي واعتبروني تلميذا لهم أثناء الكتابة، وهم الدكتور عدنان البخيت وعلي محافظ وموسى الناظر، وقد عانوا فترة طويلة بصحبة هذا التلميذ المشاكس الصعب والإشراف عليه طالبا وصل أصعب الأوقات للفهم والتمحيص والتدقيق. العجلوني تقلد العديد من المناصب، من وزير صحة ومؤسس وأول رئيس لجامعة العلوم والتكنولوجيا، وكان في رصيده 236 بحث علمي منشور.